هذه برضه دعوه لكم يعني ان شاء الله بعد شهرين ثلاثه اربع اشهر لا تكتبوا بهذا الجو، لانه اكيد اننا واثقين انه بنقدم عمل في تطور. طبعا احنا اليوم موجودين في المقصوره الرئيسيه، يعني شاف الافتتاح شاف المقصوره وشاف الشخصيات اللي كانت موجوده في المقصوره هي كبار الشخصيات. الجوله بتتكون من نبدا من هنا تمرون باذن الله على البروكسات بتشوفون اكيد انه عنده افكار، ما نستغنى احنا عن افكار حاجه، لانه فكرة كلنا في مركب واحد ونهدف انه يجي اليوم اللي نشوف فيه الشباب في القمه في كل شيء، ما فقط في الملعب حتى خارج الملعب. اليوم يعني تعزيز الانتماء والولاء للنادي هذا شيء يهم اداره النادي، يعني مهتمين بهذا الشيء. فنرحب بكم مره ثانيه، وباذن الله الشباب في العلاقات العامه والمسؤولين في المركز الاعلامي واداره الاعلام الانصار موجودين معاكم ورد على استفساراتكم وبرضه راح اشرح لكم طبعاً. هنا البوكس بي 1 اللي هو البوكس المليون اللي كلنا اعتقد كلنا نعرفه. طبعاً البوكس ضيافة خمسة. تفضل حياك. هذا بوكس الضيافة؟ هذا بوكس بي 1. هذه مقاعد المنصة الذهبية، هنا المقصورة، هنا الذهبية. هذه الفئة الفضية، نزل التذاكر الفضية هذه كاملة. هنا بريميوم، بريميوم تكون اقرب للملعب بس رؤية هذه سعرها اقل، هذه الفضية رؤيتها افضل. طبعا فوق هنا البوكسات، بوكسات البيبي.